اول مباراه دوليه للكابتن سيد حمدي دوليه دوليه مع المنتخب. اول مباراه كانت غينيا وانا يعني عملت مباراه حلوه قوي وعملت اسيستين يعني في المباراه دي. كام هدف دولي سجلته مع منتخب مصر؟ يعني 7 6 ما هو 7 يا 6. كام ماتش لعبته مع الاهلي في مسيرتك مع الاهلي وجبت كام جول؟ لا مش فاكر. لعبت 62 مباراه جبت 12 جول، 2 في الكاس، 7 في الدوري، 2 في دوري ابطال افريقيا، و1 في كاس العالم للانديه. برافو عليك. هدف السيد حمدي في كاس العالم للانديه كان قدام مين؟ هيروشيما ده. طيب ماشي، والدقيقه كام والماتش انتهى كام؟ ولعنا على بعضها. احنا كسبنا 2-1 وانا جبت الجول في الدقيقه 35 15. ده انا فاشل جدا.